الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية بدي أشكر أول إشي، أتقدم بجزيل الشكر للأخ القائد العام ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الأخ أبو مازن والأخت مازن على مواقفهم الرائعة والدائمة لعائلة صخر حبش رحمه الله. فالرئيس والقائد هو نعم الأخ والصديق الوفي لذكرى المرحوم، وأتمنى للرئيس الأخ أبو مازن التوفيق في تحقيق أحلام الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. كما وأشكر جميع الحضور، يعني أنا تفاجأت اليوم يعني، بس كتير مبسوطة من الجلسة يعني الحميمية هذه. أشكر جميع الحضور مع حفظ الألقاب الذي بوجودهم معنا اليوم هو وفاء لفلسطين. مين بيحكي تليفون؟ عم بتعكر هذا. إنه اللي بوجودهم اليوم معنا هو وفاء لفلسطين ووفاء للقضية الفلسطينية ووفاء لتاريخ الثورة الفلسطينية التي نحيا على ذكراها ونستمد قوتنا وعزيمتنا ونحن نتذكر التاريخ الجميل. رغم كل المعاناة والحروب والمؤامرات هو تاريخ الوفاء والتضحية، تاريخ الفداء والحب، تاريخ العطاء بدون حساب من أجل العودة وتحرير الأراضي الفلسطينية والعيش بكرامة لنا ولأولادنا وأحفادنا. وأشكر كل من اتصل بنا أو زارنا لمواساتنا عند حلول ذكرى وفاة المرحوم صخر حبش في 1/11 أو في عيد الأضحى، فهؤلاء هم حقا الأصدقاء والأخوة الذي كان رحمه الله يعتز بهم وبصداقتهم دائما. وأشكر الأخ أبو هيثم والأخوة في مركز صخر حبش للتوثيق، مركز صخر حبش للتوثيق والدراسات على جهودهم الرائعة في إحياء هذه المناسبة. الأخوة والأخوات، طلب مني أن أتكلم عن الجانب الإنساني لصخر حبش أو بالأحرى يحيى عبد السلام حبش. يحيى الذي عاش حياة مليئة بجميع أشكال المعاناة، ابتداء من المهاجر اللاجئ إلى القائد الذي كرس نفسه وحياته للثورة الفلسطينية وحركة فتح، وترك كل ما قدمت له الحياة من مغريات وتسهيلات وفرص، نظرا لشهادته العلمية في ماجستير الهيدرولوجيا في جامعة أريزونا عام 67. ترك كل هذا ليلتحق بصفوف الثورة الفلسطينية ويكون عضوا فعالا في حركة فتح عندما كان الانتماء لها تضحية وإيثار وليس غنيمة، فيشد بيده على أيدي إخوانه في النضال وينقشون سويا على حجر الصوان ما حاول العالم بأسره محوه وإبادته. ارتبطت بيحيى